اشكر قاسي. حط ايدك من هون ابن عمي. يلا لحظة خلص ابن عمي. ايه وينه الكلب؟ ليكو شيلي ايدك انت. شيلي. لك شبابكم شو صار لكم؟ رح تطول على بيت اهلك اليوم؟ ما بعرف شو بيصير معي. لا تطول ابن عمي عم نشتاق لك كثير. بشوف ابن عمي لا تتاخر اليوم، حاكم عملت لك سهره غير شكل. الله شو فايزه خانم، شو هي السهره اليوم عندي لتكوني فكره انه الدور دورك كمان؟ طبعا لطفيه خانم، اليوم الدور دوري. لا حبيبتي ما حذرتي لا انت ولا هي، اليوم الدور عندي انا. وهيك ابن عمي. اوه على هالقصه. لك انا كم مره قلت لكم حاجه تنخلوا براسي؟ اتفقوا صار لكم حصه عايشين مع بعض، اتفقوا بقى. متفقين ابن عمي، نحن متفقين، بس هني كل يوم والتاني بغيروا عقلهم، بدون يمشوني على امرهم. اسمعي انت وياها انا لقيت لكم الحل. شو هو؟ بتفوتوا على الغرفه وبتحطوا روسكم بروس بعض وبتتفقوا، واللي بيوقع عليها الدور وبتكون السهره عندها اليوم، بس من رجعت من عند بيت اهلي لاقيها شق الباب. شو شق الباب؟ وهيك بعرف انكم اتفقتوا وبعرف لوين بدي روح. شلوني معكم؟ مشي ابن عمي. حاضر. تكلوا على الله. الله معك ابن عمي. مع السلامة. اسمعي انتي وياها ولي، اليوم انا بدي شق الباب. لا حبيبتي لا انتي ولا هي حذرتوا، اليوم السهرة عندي انا. يا ستي رح اشق الباب انا ورح اورجيكم ابن عمي لوين بده يجي.